مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم فوائد الخص للحامل والجنين، وهل يمكن أن يساعد على تثبيت الحمل؟ تعتبر فترة الحمل من أهم الفترات في حياة المرأة، ومن أهم ما تفضله هو تناول السلطات الخضراء خلال الحمل والتي تحتوي على الخص. فتناول السلطات الغنية بالخص يمد الحامل بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة من أجل صحتها ونمو جنينها، ومن أهم تلك الفيتامينات حمض الفوليك. فمن الجدير بالذكر أنه يوجد أنواع مختلفة من الخص، لكن لا تحتوي جميعها على نفس النسبة من العناصر الغذائية، حيث تزداد في أنواع الخص الداكن اللون. وحمض الفوليك الموجود في الخص يساهم في تقليل مخاطر حدوث الإجهاد ومنع الولادة المبكرة، ونؤكد أن أوراقه تساهم في تثبيت الحمل والتقليل من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية لدى الجنين. كذلك يقي الجسم من الإصابة بالأمراض والتي تنتقل عن طريق العدوى، لأنه مضاد جيد للأكسدة. يحتوي على فيتامين يساعد على تجلط الدم، وبالتالي يحمي من الإصابة بالنزيف للحامل حيث يسبب نقص حدوثه. كما أن تناول الخص الغني بالبوتاسيوم يساعدك على الاسترخاء ويعزز النوم العميق، ويساهم في تنظيم مستويات ضغط الدم، ويعمل على وقايتك من خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية. لكن قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض النساء الحوامل، لذلك يجب عدم تناوله في حال كانت الحامل معرضة للتحسس منه. وكذلك من الضروري الاعتدال في تناوله خلال فترة الحمل. كما تحتوي أوراق الخص على البكتيريا والفطريات والتي تختبئ بين ثنايا أوراقه، فقد تسبب هذه البكتيريا حدوث الإجهاض أو ولادة جنين ميت عند الإصابة بها. لذلك يفضل نقعه بالماء والخل لفترة وغسله جيدا قبل تناوله.